يشارك مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية في معرض المدينة المنورة للكتاب بإقامة متحف يستعرض فيه أهم نفائس المجمع ومقتنياته الثمينة ونوادر المخطوطات. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة عبر سكايب موفدة النيل الزميلة ليلى عمر. ليلى، بعد التحية، يعني كيف تتابعين أبرز فعاليات هذا المعرض، معرض المدينة المنورة للكتاب في نسخته الأولى؟ نعم أيمن، فعاليات المعرض مستمرة بالفعل، وغدا هو اليوم الأخير 25 من شهر يونيو في معرض المدينة المنورة للكتاب في نسخته الأولى. هذا المعرض الذي يقام كأول معرض هذا العام في المملكة العربية السعودية، ويسبق معرضي الرياض وجدة بمشاركة عدد كبير من الدول، هناك مصر بالتأكيد والعراق والكويت والأردن وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالطبع و موريتانيا وغيرها من الدول بمشاركة أكثر من 200 دار نشر. المعرض يقدم وجبة ثقافية متنوعة للمواطن سواء داخل المملكة العربية السعودية أو للوفود الزائرة من الخارج والمهتمة بالثقافة والقراءة، في مبادرة من قبل هيئة الأدب والترجمة السعودية من أجل دعم وتحفيز القراءة وتشجيعها وصناعة الثقافة في المملكة العربية السعودية. هذا المعرض الهام أيمن يضم عدد كبير من ورش العمل والندوات النقاشية والحوارية، وأيضا هناك اهتمام خاص بالأطفال من خلال ندوات متعددة وورش عمل في الحكي، كيفية صناعة أغلفة القصص وغيرها من الموضوعات الشيقة بالنسبة للأطفال. هناك أيضا أمسيات شعرية هامة، بالأمس كانت هناك أمسية شعرية للشاعر المصري أحمد بخيت، قدم فيها عدد كبير من النماذج الشعرية التي قام بنظمها، بالإضافة لأنشطة أخرى مستمرة. ويفتح المعرض أبوابه للزائرين من 11 صباحا حتى منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية. أنا هنا أيمن أقف بداخل معرض يقام أيضا على هامش معرض المدينة المنورة للكتاب، وهو معرض الملك عبد العزيز، معرض مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، وكما ذكرت فهو يضم نفائس المخطوطات و من خلاله تعرض نماذج متميزة سنتعرف عليها بشكل أكثر تفصيلا من خلال هذا اللقاء مع ضيفي الكريم الأستاذ أحمد بن حمزة الرحيلي، وهو مدير إدارة الاتصال المؤسسي بمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية. أستاذ أحمد، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في متحف مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، وهو إحدى الفعاليات المصاحبة لمعرض المدينة المنورة للكتاب. مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية هو أنشئ بالأمر السامي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وأيضا بقرار من مجلس الوزراء في عام 1437. حقيقة مجمع الملك عبد العزيز هو يعنى بحفظ المكتبات الوقفية التي كانت موجودة قديما في المدينة النبوية، وأيضا تحقيق شروط واقفيها وإتاحة المخطوطات النادرة في تلك المكتبات للباحثين، وأيضا مشاركتها متحفيا لتسنى للعالم الإسلامي أجمع أن يتباهى بتاريخ أسلافه. نعم. لماذا كان هناك اهتمام للمشاركة في معرض المدينة المنورة من خلال هذا المعرض على هامش الفعاليات؟ طبعا بالتزامن مع معرض المدينة المنورة للكتاب، نحن نشارك بأندر المخطوطات في شتى العلوم، منها فن الحديث والسيرة النبوية، وأيضا فن التاريخ وفن الرياضيات والجغرافيا. فنحن الآن نتزامن مع معرض الكتاب بإتاحة أندر المخطوطات في تلك العلوم لتسنى أيضا للزوار أن يشاهدوا تلك المخطوطات النادرة وأن يستنيروا بها في شتى العلوم. ما هي أبرز المقتنيات والمعروضات الموجودة في هذا المعرض والمتاحة للعرض والشرح؟ حقيقة نحن أو يتاح لنا هنا الآن أكثر من أندر مخطوطات، من ضمنها مخطوطة سنن أبي داود رحمه الله، وهي من أندر المخطوطات بالعالم، يفوق عمرها 1054 عام، وهي لفن الحديث سنن أبي داود رحمه الله. وما هي المخطوطات الأخرى والنماذج الأخرى المقدمة أيضا؟ تحت سقف هذا المتحف يوجد مصحف كريم مذهب للسلطان الأشرف قايتباي، عمره يتجاوز 500 عام، أهداه السلطان الأشرف قايتباي إلى الروضة الشريفة في الحرم النبوي الشريف. نعم.
أرى أيضا يعني في خلفنا نماذج ل يعني أيقونات معدنية، ما هي هذه النماذج؟ بالضبط، نحن الآن نشارك بشمعدانات التي كان يضاء من خلال الحرم النبوي قديما، يوضع على هذه الشمعدان شمعة ويضاء من خلالها الحرم النبوي قديما يتجاوز عمرها 300 عام، وأيضا لدينا جزء حقيقة من المباخر التي كان يبخر بها الحرم النبوي قديما تقريبا من القرن العاشر أو القرن الحادي عشر هجري، وأيضا كما ترون ستارة المنارة الشريفة هي كانت على باب المنارة الرئيسية في الحرم النبوي قديما، بالتحديد هذه المنارة الرئيسية كانت في الجهة الجنوبية الشرقية للحرم النبوي الشريف، يعود عمرها أكثر من 230 عام تقريبا. كيف تفاعل الزوار هنا في المعرض مع هذه المعروضات الموجودة؟ حقيقة نحمد الله عز وجل أن حظي هذا المتحف بإعجابات الكثير حقيقة، وهذا ليس بمستغرب، فنحن مجتمع، نحن حضارة إسلامية، فكل فرد بالعالم الإسلامي يتباهى بتاريخ أسلافه سواء كانت من مخطوطات نادرة أيضا ومن مقتنيات كانت في الحرم النبوي الشريف، فهذا شيء ليس بمستغرب بمجتمع فعلا هو يتباهى بتاريخ أسلافه. هل هناك معارض أخرى من المنتظر أن تقوم بها في الفترة المقبلة؟ هل هناك معروضات غير ما نراها هنا في هذا المعرض أو المتحف؟ نحن الآن بتوجيه واهتمام سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز ورئيس مجلس الأمناء لمجمع الملك عبد العزيز أن نشارك محليا وأقليميا وعالميا، وأن نقول للعالم أجمع قفوا، هناك مخطوطات من أندر مخطوطات فعلا كانت كتبت يعني من قبل سلاطين وأيضا خبراء سواء كان في فن الجغرافيا أو فن الحديث، ويفوق هذه المخطوطات أكثر من 1000 عام، ويقال أيضا أنه جزء من منظمات تصنف المخطوطات على أنها نادرة إذا تجاوز عمرها أكثر من 100 عام، فنحن بيننا الآن مخطوطات تجاوز عمرها 1000 عام. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد بن حمزة الرحيلي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، شكرا على وجودك معنا على شاشة النيل. وأعود إليك أيمن مرة أخرى في استوديو النيل، كنت معك مباشرة من مقر هذا المعرض الهام على هامش فعاليات معرض المدينة المنورة الأول للكتاب، إليك أيمن.